السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل لكم الحواوشي. المقادير يا جماعه: لحمه، بصلايه مفرومه على قرن شطه حراق، نص معلقه ملح، رشه سكر، زيت زيتون، جبنه مارجريلا، البهارات بقى: بصل بودره، حبهان، فلفل اسود، جوز الطيب، بابريكا، كركم، كمون، ثوم بودره. ودي كل المقادير، وخليكم معانا. ودي مارجريلا اهي، بسم الله بسم الله. يا جماعة أول حاجة نحط اللحمة كده في دور، والبصل المفروم على القرن الشطة. طبعا قرن الشطة دي حراق وحسب الرغبة برضو. ده بصلة بيضة، ودي معلقة الملح ورشة سكر. طبعا البهارات بتاعتنا اللي انا قلتها في الاول. طبعا نقلبهم في بعض، نحط الموزاريلا على اللحمة، نقلبهم بقى تقليب كويس. يا جماعة احنا خلاص قلبناها كده، قلبنا الحواوشي. طبعا نبقى مجهزين العيش ومقطعينه. احنا عاملين العيش ربع كده لان العيش اللي عندنا كبير. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، بطاطا اللحمة في قلب الرغيف كده، وبعدين الان بقى زيت. زيت زيتون او زيت عادي نضيف، ده زيت زيتون اللي احنا دهنين بيه ده. اكتر من كده يعني ما يبقى، تبقى ونجيب صينية ألمونيا ونفرشها بورق الألمونيا كده، ونحط فيها الحواوشي. يا جماعة بندهن الحواوشي كده بالزيت، بعدين هنقفل عليه اهو وندخله الفرن. ادخل الفرن بقى. يا جماعة ده الشكل النهائي، هو الحواوشي طلعه من الفرن. ما شاء الله جميل، وصفة سهلة. جربوها بالهنا والشفاء. اعملوا لنا لايكات واشتركوا في القناة. والسلام عليكم.